سخن الفلسطيني النهارده باسهل طريقه في الدنيا. معايا فرخه متقطعه اربعه، ممكن تخليها نصين بالطول مفيش مشكله، بس انا بفضل في التقديم تبقى متقطعه على اربعه عشان كمان ما تاخدش وقت في السوا. معايا نص كيلو بصل جوليان او مكعبات اختياري، بس انا بحب بصراحه الشكل بتاع الجوليان فاختياري. زيت زيتون، سماء، وحبهان، ورق لورا، وعيش سوري. هم بيعملوه بنوع عيش معين عندهم زي العيش البلدي كده بتاعنا اسمه الطابون، بس سميك شويه. فطبعا عشان كنا نعمل العيش هياخد وقت طويل، فانا استغنيت عن العيش الاصلي بعيش سوري. ممكن تحطي عيش شامي، ممكن تحطي اي عيش عندك تقدري تعمليه عشان بس يديني في الاخر شكل حلو. ومعايا لوز للتزيين، ومعايا بقدونس مفروم وملح وفلفل. دي كده المسخن الفلسطيني باسهل طريقه في الدنيا. قلت بما اننا عاملين النهارده المنيو فلسطيني شويه، فنعمل حاجه اسمها قلايه الطماطم، والفلسطينيين بيقولوا عليها قلايه البندوره اللي هي الطماطم. سهله قوي وبسيطه، قريبه شويه فيها من الشطيطه بتاعتنا، فبس طعمها حلو جدا وسهله، ما فيهاش اي حاجه صعبه. تعالوا نشوف مقاديرها عباره عن ايه. معايا طماطم مكعبات صغيره، يعني قطعيها صغير زي نفس التقطيع اللي انتم شايفينها دي. معايا زيت زيتون وثوم مفروم، فلفل احمر مفروم، وريحان بين قوسين بقى دي اختياري، لان مش كل الفلسطينيين بيحطوه، بس انا لما بعملها بصراحه بزود شويه ريحان بسيط بتدي طعم حلو قوي. معايا ملح وفلفل اسود وكوبايه عصير طماطم متصفي، لو انت هتستخدمي طماطم فريش صفيها طبعا. ومعايا معلقه كبيره هريسه شطه وفلفل حار وبس، خلاص ما عنديش اي حاجه تانية. تعالوا كده بقى ايه نبتدي نشوف المسخن ايه ظروفه او هنعمل فيه ايه. سهل قوي وبسيط ومش هياخد مواعين كتير ومش هياخد وقت كتير، يعني اكله مفيش اسهل من كده. رقم واحد عندي، بصوا بقى عشان ايه نبقى نشرح كل حاجه كده واحده واحده. اولا المسخن عندي فيه ناس بتعمله مسلوق، بتسلق الفراخ وبعدين تحمرها، وفي ناس بيعملوها في الصينيه. انا جربت الطريقتين تمام، وطبعا زي ما انتم عارفين لما يكون في اكله ليها تراث او ليها اصل لازم ادخل اقرا عنها. فلقيت قسم بيسلقوها بيسلقوا الفراخ، وقسم بيعملوها صينيه. فاختيار انت حابه تعمليها صينيه وتبقى جوسي كده وطريه، حلو جدا. عايزه تسلقيها برده مفيش مشكله، دي بتاعتك انت. طيب تعالوا نشوف اول حاجه هعمل ايه. تعالى ناخد الخشب دي كده. عندي زيت زيتون كميه يعني حلوه، ممكن طبعا تستخدمي زيت عادي بس هي اصلها زيت زيتون. هنزل بكميه البصل، هسيب بس حبه للصينيه اهي، وابتدي ان انا ايه اقليه مش اشوحه. الاكله دي بتاخد بصل كتير، فطبعا الناس اللي ملهاش في البصل هتكون الاكله دي بالنسبه لهم انتحار يعني زي ما بنقول، بس هي بصراحه طعمها حلو جدا. الناس اللي بتحب الاكل المزي هتبقى معاهم هايله جدا. اهي هسيبه بقى لحد ما ايه يتحمر ويبتدي يدبل، يبتدي ياخد اللون الذهبي الحلو. طيب على ما يبتدي يتحمر معانا سبته شويه على النار. تعالوا كمان اجيب الطاسه بتاعه القلايه بتاعه الطماطم نشتغل كده. ايه ممكن نشتغل هنا عندي اهي، سيب البصل ياخد ويدي براحته على ما الطاسه بتاعتي. طب تعالوا نتبل الفراخ بتاعتي نشوف هنتبلها بايه او هنعمل الصينيه ازاي. انا هعملها تتبيله بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، زي ما قلنا اساسي عندي او يعني رقم واحد عندي في الاكله دي هو السمات. تعالوا اوريكم شكله عشان لو حبايبي لو حد ما يعرفش شكله عباره عن ايه. هو بيكون يعني زي البهارات كده، زي كزبره ناشفه يعني، مش ناعم، مش باودر يعني، خشن شويه اهو، ولونه بيكون احمر شويه. هجيب كده. صباح الفل والورد والياسمين. اهلا وسهلا. ازيك يا روح قلبي؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه يا رب وبالف صحه وسلامه. انا احبك واعتمد على كلامك. يا روح قلبي ربنا يخليكي. انا وانت طيبه وبارده وتموت بالدنيا. يا حبيبه قلبي وانت بالف صحه وسلامه. يا رب اللهم امين في حياتك ويديكي طولة العمر وتعيشي كده وتسمعيني صوتك الحلو دايما. يا رب يخليكي يا رب. حبيبة قلبي. عينيا. يسلم بقك وحيد. يسلم يا رب. كلميني على الدكتور على حبيبي سيسي الوكيل الحي. عينيا عينيا يا روحي. حاضر.
كل سنة وانت طيب. كل سنة يا رب وكل شعب مصر طيبين يا رب. حبيبة قلبي نشوف رجلك لعبك يا حبيبة قلبي، ربنا يديك طول العمر ويديك الصحة، ويعني تعيشي دايما وتسمعيني صوتك الحلو كده، نورتيني يا حاجة فوزية. طيب بصوا بقى أنا عملت إيه عندي، حطيت البصل، كل ما كترتي البصل كل ما اداكي طعم حلو، حطيت البصل وحطيت عليه ملح فلفل وحبة سماق حلوين، هزود شوية كمان عشان يديني كده طعم حلو. صباح الورد يا ياسمين. أهلا. إزيك يا قمر؟ كويس. عاملة إيه يا حبيبتي؟ كويس. قولي لي عندك أي سؤال؟ كويس. يا رب دايما. قولي لي عندك أي سؤال يا روحي؟ اه. اتفضلي. أنا عايزة أعرف إزاي مكرونة البشاميل بتتعمل. عينيا حالا دلوقتي أقولها لك على طول، وإحنا أول يعني في أول الحلقة أهو. حالا يا قلبي نورتيني وصباحك زي الفل. أهو. باخد بقى التتبيلة دي اللي هي البصل مع السماق والملح والفلفل وزيت زيتون طبعا أساسي فيها، وببتدي إن أنا أتبل الفرخة بتاعتي. ولا بتاخد اي بهارات تانية. طيب انا كان عندي في المقادير لما جيت قريت معاكم كان عندي ايه، كان عندي حبهان ورق لورا. انا بصراحه كنت قلت ان انا هسلق الفراخ معاكم على الهواء او اعملها صينيه، فقلت هعمل النسخه اللي جهزتها قبل الهواء صينيه، وبصراحه انا بحب طعم الصواني جدا، فبالتالي قلت خلاص السلق كلنا عارفينه ما فيهوش اي حاجه يعني صعبه، فبالتالي هيكون فكره الصينيه مختلفه شويه. ادي البصل عندي شغال اهو زي الفل اهو، وهجيب دلوقتي ورق فويل، اشوف بس الورقه هنا ولا هقفلها بس بالفويل عشان اكتم كل البخار اللي خارج عندي ويرجع تاني لنفس الصينيه اهو. ممكن على فكره نحطها في كيس حراري برده هتبقى حلوه. عايز تحطي ورقه زبده قبل ورقه الفويل برده ممكن تبقى حلوه عندي. تدخل فرن ايه؟ تدخل فرن سخن على 200، الرف الوسط هتاخد حوالي يعني من 45 ل 60 دقيقه مش اكتر من كده. الفرخه عندي حجمها مش كبير، كمان متقطعه اربعه، فبالتالي كل الحاجات دي هتساعد ان الفرخه تستوي سوا مظبوط وعلى طول. دي خلاص كده هدخلها عندي الفرن، هخليها بس عندي هنا لان عندي صينيتين تانيين موجودين، بص عليهم بصه كده بتتحمر اهي، واخر حلاوه الريحه بقى ما اقولكوش. ريحه السماء مع زيت الزيتون مع الملح والفلفل البسيط مديني طعم حلو جدا. طيب عشان القمر اللي كلمتني ياسمين قالت لي على المكرونه بشاميل، المكرونه بشاميل عندي اصعب حاجه فيها بالنسبه للناس اللي لسه يعني ملهاش قوي في المطبخ هو البشاميل. تعصيج اللحمه مفيش اي مشكله، سلق المكرونه اكيد مفيش اي مشكله، اللي فيه مشكله عندي هو البشاميل. طيب مقدار البشاميل عندي ثابت ايا كان هتعملي ايه، مكرونه هتعملي، كوسه بشاميل هتعملي، مسقعه بالبشاميل، رز بالبشاميل، اي حاجه هتعمليها بالبشاميل هو مقدار ثابت عندي مش هنغيره ولا هنعمل فيه اي حاجه. عندي المقدار ده عباره عن ايه، شيل بس الحاجات دي عشان نعمل القلايه كمان، وهدي النار عندي هنا شويه على الفرن. طيب عندي البشاميل، كوبايه لبن قصادها على طول بدون تفكير معلقه كبيره دقيق، معلقه كبيره زبده، سمنه او زيت، كل اي ماده دهنيه انت بتفضليها حطيها مفيش مشكله. قلبتي الدقيق مع الماده الدهنيه ابتدى ان هو يتظبط، شيلي الحله من على النار وانزلي باللبن، ويكون بارد ولا دافي ولا سخن، قلبيهم كويس جدا، وبعدين استني يغلي، ظبطي ملح وفلفل، رش جوز الطيب، هيبقى معاكي احلى بشاميل في الدنيا. وان شاء الله برده نعمل لكم الاسبوع الجاي حاجه بالبشاميل طالما في طلبات كتير عليه. طيب انا هعمل دلوقتي قلايه الطماطم، تعالوا نشوف هتعمل ازاي. عندي شويه زيت زيتون، وادي شويه من الثوم اهو، وننزل ايه الفلفل أهو. يبقى عندي حطيت ايه، ثوم، وهزود شويه زيت أهو، ملح وفلفل اهو. قلاية الطماطم دي عايزة اقول لكم بقى ان الفلسطينيين بياكلوها زينا كده زي البتنجان المخلل، هو ممكن يتحط فطار وممكن يتحط عشاء وممكن برضو ندخله في الغداء، ما عندناش اي مشكلة. طعمها حلوة جدا تتاكل يعني، انت ممكن تثبتيه عندك كنوع سلطة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، مش محتاجة وقت ومش محتاجة قلي كمان، يعني غير مثلا البتنجان لا بيبقى حلو لما بيتقلي، فبالتالي الوصفة دي حلوة قوي وسهلة وبسيطة. انا هما مش بيحطوا فلفل حامي اخضر،
بيكتفوا بالفلفل الاحمر، بس انا صراحه بحب طعم برضو الفلفل الاخضر، فدي تكه مني يعني، مش عايزين تضيفوها مفيش مشكله، ممكن تستغني عنها خالص. هقلبهم كده مع بعض، ريحه الثوم ابتدت تخرج عندي، ازود سن الثوم كمان اهي، والبصل برضو نقلبه، شوف ايه الاخبار اهو ابتدى يتحمر عندي زي الفل. تعالوا بقى ندي البصل ايه، شويه ملح وشويه شويتين ثلاثه سماق اهو اهو، نقلب كل الحاجات دي مع بعض اهو، هزود شويه سماق كمان، حوالي مثلا معلقتين كده كبار هيبقى حلو قوي. طبعا احنا بنصفي البصل ده، مش هاخده بالكميه الزيت الكتيره دي عشان ما حدش يتخض يعني، ما تقلقوش هنشيل كل الزيت ده. ريحه البصل المقلي في الزيت مش قادره اقول لكم حلوه ازاي اهي. تعالوا برضو نحمر دي، انا عندي هزود دلوقتي طماطم، ريحه الثوم ابتدت تخرج عندي، هعمل ايه، هزود الطماطم اهي،